لما نحب نشكر في شخص ونقول ان ربنا ميسر له اموره، بنقول فلان ده ولي من اولياء الله الصالحين. يعني ايه بقى حكايه اولياء الله الصالحين؟ ازاي نكون منهم؟ ده اللي هنعرفه في فقره الخير اليوميه برعايه مؤسسه فيكم الخير، وضيفنا الشيخ كارم ممدوح من علماء الازهر الشريف. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا استاذ دعاء، ربنا يبارك فيك يا رب. يا رب. بسم الله والصلاه والسلام على اسعد خلق الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه. سيد النبي صلى الله عليه وسلم بيكلمنا عن أولياء الله سبحانه وتعالى، كما في الحديث القدسي إن ربنا سبحانه وتعالى يتوعد كل إنسان آذى ولي من أولياء الله، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. طب من هو الولي؟ الولي هو المؤمن التقي. ربنا في القرآن قال لنا، قال سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى كل ولي هو مؤمن تقي. فأي إنسان مسلم أو أي إنسان مؤمن فيه تقوى هو ولي من أولياء الله. طب كيف أكون وليا من أولياء الله؟ إزاي أصل إلى هذه الدرجة؟ إزاي أصل إلى هذه المرتبة وإلى هذه المكانة؟ إذا امتثل الإنسان لأوامر الله، وإذا امتثل الإنسان أن حقق هذه التقوى في أقواله وفي أعماله. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. كده أنت حققت الإيمان، أن تؤمن بالله بكل ما أتى الله سبحانه وتعالى به، وبكل ما أمرك الله به، وبكل ما نهاك الله عنه وانتهيت عنه. كذلك تؤمن برسل الله جميعا لا تفرق بين أحد منهم، وتؤمن بالأمور الغيبية بالملائكة وغيرها، ثم بعد ذلك تحقق مراد الله في التقوى. طب إيه هي التقوى؟ التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. فأنت كده حققت الإيه؟ الشرطين. الشرط الأول الإيمان، الشرط الثاني التقوى. هتبقى ولي من أولياء الله الصالحين. طب أولياء الله ده جزاهم إيه؟ لا خوف عليهم ولا هم إيه؟ ولا هم يحزنون أبدا. هؤلاء يعني دول ناس ربنا سبحانه وتعالى، زي ما قلنا في الحديث قبل كده، إن لله أهلين من الناس. ربنا سبحانه وتعالى له ناس، له خاصية كده من الناس، له مجموعة موحدة منفردة عن دون الخلق أجمعين، هم أولياء الله وهم خاصة الله، هم حملة كتاب الله سبحانه وتعالى. يبقى الإنسان اللي يحقق الإيمان، والإنسان اللي يحقق التقوى، والإنسان اللي يحقق مراد الله سبحانه وتعالى من الخلق ومن وجوده على هذه الأرض، هو ده الإنسان الولي. هو ده الإنسان إذا وقع في مكروب ما نادى ربه بأعماله الصالحة ففرج الله عنه هذا الإيه؟ هذا الكرب. هو ده الإنسان اللي ربنا بيقول له: اوعى تخاف أبدا على ذرية، اوعى تخاف أبدا على أولادك، اوعى تخاف أبدا على أحد، ده احنا نحفظهم في الدنيا في حياتك، ثم نحفظهم أيضا بعد مماتك، لأنك ولي من أولياء الله الصالحين. احنا دلوقتي جي وقت أول تقرير نذيعه إن شاء الله في حلقتنا النهاردة، وحالة أم إسلام ومؤسسة فيكم الخير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد ايه يا جماعة احنا في نعم؟ قد ايه والله العظيم احنا في نعم لا تعد ولا تحصى. لما تصحى البيت بفضل الله تلاقي اولادك في افضل عيشة، لما تصحى الصبح وتلاقي فوقك سقف، وتيجي تنام فوقك سقف، تصحى في امان وتنام في امان وتعيش في امان، دي نعم لا تعد ولا تحصى. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كده: من بات امنا في سربه معافا في بدنه عند وقوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. اللي فعلا هيبات آمن في سربه، آمن في بيته، معافى في جسده، عنده يا جماعة أكل يوم واحد. طب لما نلاقي أسرة مكونة من 10 أفراد ولا هي يا جماعة يعني للأسف عايشة في أمان في بيتها، ولا هي معافاة في جسدها، ولا هي حتى آمنة في سربها أو في بيتها، يبقى احنا محتاجين نقف مع نفسنا وقفة ونقول الحمد لله. الحمد لله يا رب على الستر، الحمد لله يا رب على الصحة. يبقى احنا محتاجين نقف مع نفسنا وقفه ونقول الحمد لله، الحمد لله يا رب على الصحه، الحمد لله يا رب على المعافاه،
الحمد لله يا رب ان انا عندي بيت يسترني ويقويني ويجمعني انا واسرتي واولادي. تعالوا مع حضراتكم نشوف الحاجه ام اسلام وكم المعاناه اللي بتعيشه الحاجه ام اسلام مع اولادها. الحاجه ام اسلام يا جماعه ما عندهاش سقف بيت يحميها من المطر، ما عندهاش سقف بيت يحميها من الشمس، ما عندهاش سقف بيت يحميها من الحشرات او التعابين او غيرها من هذه الامور. تعالوا نشوف كم المعاناه اللي هي عايشاها واللي هنسمعها مع حضراتكم دلوقتي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا حاجه ام اسلام عامله ايه؟ خليك يا رب. بصي الكاميرا يا حاجه ام اسلام وانت محتاجه ايه وعايشه ازاي؟ والله احنا عايشين هنا اهوتي، وانا نفسي ان انا اعمل هنا اوضه ولا قطين ولا بتاع، وانا معايا من العيال سبعه، في ثلاثه متجوزين ومعاهم اولاد، وعن نفسي ان انا عم اجوز ابني في بيت اختي، مش عارفه اجيبه هنا جنبيه في اوضه معاه جوز عيال وعيل معوق اهوت والتاني لبن وبتاع، مش قادر يجري عليهم ولا قادر يجري علينا، والظروف وحشه والله، والظروف زي الزفت. نفسي ان انا بس تعملوا اوضه ولا قطه. قولي الخير سامعينك. ومعايا بنت عاجزه اهيتي، عندها البنت اهي عندها 26 سنه اهيتي، برضه عيانه ايدان ورجلان وكله، ويعني العيشه وحشه والله العظيم. نفسي ان انا يعني ابني القطه قطين، نفسي جينا هنا اهوت نرقد ما قدرناش من البردي، جوزي بيرقد هنا والواد ابني وابني، وانا بروح ارقد عند اخويا من البرد من الساعه، انا والبنت العيانه دي، وما بنقدرش نستقر من البرد. نفسي والله العظيم حد يساعدنا ان احنا نعمل لنا حته الارض دي، جينا نعملها كنا عايشين في مصري مؤاخذه شغالين بوابين، بس اللي جاي على قد اللي راي، جينا هنا برضو جاي على قد راي، مش قادرين نبني، وجينا نكمل ما قدرناش نكمل زي ما انتم شايفين كده. نفسي اولاد الخير يساعدونا يعملوا لنا الحته دي. سيبنا الحاجه ام اسلام، وانا مش عايز اتقل على الحاجه ام اسلام قد كده، يعني انا مش عايز اجمع عليها كل ما الانسان يحكي حاله ويحكي مقاله بيتحسر ويتندم اكتر واكتر. أنا عايز أقول لك يا اللي سامعني ويا اللي شايفني، بالله عليك أترضى هذا لأمك؟ أترضى هذا لأختك؟ أترضى هذا لنفسك؟ ترضى إن أنت تعيش العيشة دي؟ مستحيل ترضى. طب عشان ربنا سبحانه وتعالى يديم عليك النعمة اللي أنت فيها، لازم بقدر الإمكان تؤدي حق هذه النعمة. أدي حق هذه النعمة إن أنت تساعد معانا في ستر هذه الأسرة. أدي حق هذه النعمة إن أنت تخفف المعاناة والوجع والألم عن الحاجة أم إسلام. الحاجة أم إسلام يا جماعة معاها بنت قعيدة عندها 28 سنة، محتاجة اللي يقومها واللي يقعدها واللي يأكلها واللي يشربها، وهي محتاجة مسكين اللي يساعدها أصلا. فضلا عن كده أنا عايز أقول لحضرتك إن دخلنا البيت، البيت يا جماعة إحنا ممكن نقول عليه بس بيت، بس أنت تخش مش لاقي بيت أصلا، مش لاقي بيت تقعد عليه، مش لاقي فرش تقعد عليه، مش لاقي يا جماعة حتى الحاجات الاحتياجات بتاعتنا الاستخدامات اليومية اللي إحنا هي مش موجودة في البيت. فإحنا بنناشد أهل الخير من خلال مؤسسة فيكم الخير يا جماعة، يا أهل الخير في كل زمان وفي كل مكان، يا أم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يا من أنعم الله عليكم بالمال، يا من أنعم الله عليكم بالصحة، يا من أنعم الله عليكم بالمعافاة. في ناس محتاجانا، في ناس فقراء ومساكين يا جماعة، يوم القيامة هيتعلقوا في رقبتنا، والله العظيم هذه الأم لا حق في رقبتنا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلت لك قال من فرج كرب أخيه المسلم فرج الله كربه في الدنيا والآخرة. احنا محتاجين ان ربنا يفرج كربنا، محتاجين ان ربنا سبحانه وتعالى يفرج هذا الضيق الذي نعيشه ونحياه. كلنا يا جماعة محتاجين ستر ربنا، لازم نصر الناس ونساعد في ستر هؤلاء الناس. مع مؤسسة فيكم الخير ان شاء الله حضرتك وحضرتك اللي سامعيننا وشايفيننا فيكم الخير وبيكم وبالخير ان شاء الله نقدر نسعد الحاجة ام اسلام وهنسعد اولادها، والمره الجايه باذن الله ناجي واحنا نكون سبب ان احنا نسقف لها البيت ونجيب لها فرش البيت. جزاكم الله خيرا وتقبل الله منا ومنكم. حاجه ام اسلام احنا دلوقتي بنزيع وهنصور مع حضرتك وهنزيع الكلام ده على التلفزيون. ماشي. مشكله ولا حاجه؟ لا لا ما فيش مشكله ولا حاجه، ما فيش. انا الظروف وحشه وانا مش محرجه من حاجه، ونفسي ان انتوا تعملوا معايا حاجه، نفسي ان انتوا تعملوا معايا حته الارض ديت، عشان انا عايزه انقل ابني من عند اختي. تقيله قوي الموضوع. انت عند اختك ايه؟ متجوز هناك وقاعد عند اختك؟ هناك ومعايا العيالين دول، وانا نفسي ان انا اعمل حتى قطان، اما قطان ولا حاجه يقعد في اوضه واحنا حاطه في اوضه. طلب ام اسلام بسيط جدا يا جماعه، طلب ام اسلام يا جماعه 30,000 جنيه يسعد ام اسلام، 30,000 جنيه هيستر ام اسلام واولادها، 30,000 جنيه هتحميك من نار جهنم، 30,000 جنيه هتستظل في ظل الرحمن يوم القيامه، كل انسان في ظل صدقته، انت في ظل ال 30,000 جنيه اللي دفعتها للحاج ام اسلام، سترتها البيت وسقفت لها البيت واسعدتها وساعدتها، عشان ربنا يسعدك ويساعدك في الدنيا والاخره.
شفنا حالة أم إسلام، يعني حاجة صعبة. أم إسلام قبل ما تحتاج المساعدة هي مريضة للأسف، يعني نسأل الله تعالى أن يشفيها وأن يعافيها يا رب العالمين. أم إسلام يا جماعة بتناشدنا يا جماعة، بتقول يا جماعة في أولادي أيتام قاعدين معايا أنا بربيهم، بتقول يا جماعة في عندي للأسف ربنا يعافيها يا رب ويعافي جميع مرضى المسلمين عندها بعض الأمراض، بتقول يا جماعة أنا محتاجة سقف بيت بس، أمل في الدنيا كلها يا اللي بتحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وعايز تبقى ولي من أولياء الله الصالحين، أنا بقول لحضرتك ستجد هذه الولاية عند الحاجة أم إسلام لما استعيدها. أنت كده انتسلت الأمر سيدنا النبي. المرأة لما كانت تروح لسيدنا النبي سيدنا ما كانش يسيبها، كان صلى الله عليه وسلم معها حتى يقضي لها حاجتها. الحاجة أم إسلام يا جماعة بتنشدنا النهاردة بحب الله وتنشدنا بالامتثال لأمر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بتقول لنا أنا أختكم، أنا لي حق عليكم. ربنا قال لنا في القرآن والذين في أموالهم حق معلوم، لمين يا رب؟ للسائل والمحروم. دي سائلة ومحرومة وأخت لا حق علينا، فإحنا عشان ننال هذه الولاية في الدنيا وربنا سبحانه وتعالى يحفظنا في هذه الدنيا محتاجين نساعد الحاجة أم إسلام ونسقف لها البيت مع مؤسسة فيكم الخير. إحنا دلوقتي نشوف حالة كمان من حالات مؤسسة فيكم الخير. أم محمد، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت متخيل لحد النهاردة في الزمن ده وفي الوقت ده في ناس عايشة من غير سقف بيت، في ناس عايشة بدون فرش بيت؟ من حاجات الحاجات المعيشية الحياتية اللي احنا بنحتاجها كل صباح وكل مساء، في ناس عايشة، في ناس عايشة بدون سقف، في ناس عايشة بدون فرش، في ناس عايشة عيشة هامشية كده بس. الناس دي يا جماعة محتاجين احنا نشوفها، نشوف ظروفها، نشوف محتاجين ايه. تعالوا مع حضراتكم نشوف الأسرة دي والتقرير ده والحالة اللي معانا دي محتاجة ايه. مؤسسة فيكم الخير بدعمكم هنساعدهم، بإيديكم هنوفر لهم حياة. جينا مع حضراتكم للحاجة أم أحمد. أم أحمد يا جماعة زي ما قلنا في أول التقرير، حاجة أم أحمد يا جماعة والله ما عندها سقف بيت، ما عندهاش فرش بيت. أنا دخلت البيت يا جماعة مش لاقيين مكان حتى نصور فيه ونقف فيه. الناس دي عايشه ازاي يا جماعه؟ الناس دي عايشه النهارده عند الجيران، النهارده عند اخوها، النهارده عند جارها، النهارده عند فلان وعلان. الناس دي خاصه الحاجه ام احمد يا جماعه ظروفها تعبانه جدا جدا. انا عايز اقول لحضرتك اللي شايفني وسامعني من خلال مؤسسه فيكم الخير، الحاجه ام احمد لها حق علينا، لها حق علينا كبير جدا جدا. ازاي؟ ان احنا ننام ونهنأ بنوم، والحاجه ام احمد خايفه تنام، خايفه على اولادها يناموا، ما عندهاش سقف بيت يحفظها ويحرس اولادها من مطر الشتاء، ما عندهاش سقف بيت يحفظ اولادها من دخول اي حشرات. تعالوا مع حضراتكم نسمع كم المعاناه اللي بتعيشها الحاجه ام احمد وبتحياها الحاجه ام احمد. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يسلمك. قولي لنا يا حاجه ام احمد انت محتاجه ايه وظروفك ايه؟ والله اقسم بالله احنا عايشين من غير سقف، يعني يا ربنا يقدر الناس انها تساعدنا ويا رب يخليكم ويبارك فيكم يا رب. والله ما عندنا سقف والملايين اصلا نجوز البنت، يعني البنت مخطوبه واحنا ملايين نجوزها وما عندنا السقف. عندك كم ولد يا ام احمد؟ عندي 3 صبيان و3 بنات. يعني عندك 6 اولاد وحضرتك ووالد الاولاد، يعني 7 6 و2 8 8. طب ايه اللي محتاجه تاني؟ يعني مش شايف في فرش في البيت. اللي ربنا يقدركم فيه، اللي ربنا يقدركم فيه يستر عليكم ربنا، يكفكم شر المرض يا رب ويصلح حالكم يا رب. اللي انتوا تقدروا تعملوه اللي يطلع من ايديكم بس. احنا محتاجين سقف بس، مش محتاجين اي حاجه تاني. يا اهل الخير، الحاجه ام احمد يا جماعه عندها 6 اولاد. الحاجه ام احمد عندها 6 اولاد، بتقول بس انا عندي بنت مخطوبه والله ما عارفه اجهزها. بنتها مخطوبة وعايزة تجهزها، البيت مفيهوش سقف، لما حد يخش معلش البيت كضيف أو كأي حد أو هي ولادها يعيش إزاي ويقعد إزاي؟ بنشد أهل الخير من مؤسسة فيكم الخير إن إحنا نساعد الحاجة أم أحمد، نساعدها ونسعدها ونرضيها عشان ربنا سبحانه وتعالى يرضينا جميعا ويسعدنا جميعا. أنا عايز أقول لحضرتك تكلفة السقف مع مؤسسة فيكم الخير 30,000 جنيه. 30,000 جنيه هنحقق حلم. كل يوم تصحى الصبح وتتمنى وتدعي ربنا يا رب امتى الحلم ده هيتحقق، مين على ايده هيحقق هذا الحلم، مين على ايده هيبث الامل وروح الحياه جوه الحاجه ام احمد واولادها
وجوزها. مين يا جماعة يا أهل الخير اللي شايفني دلوقتي وسمعني هيتصل دلوقتي على مؤسسة فيكم الخير ويقول يا جماعة أنا محتاج أتواصل مع الحاج أم أحمد، أنا محتاج أشيل كم هذا الهم وهذا الحزن من عرس الحاجة أم أحمد، أنا ساعد الحاجة أم أحمد في بنتها اللي هتتجوز وهجهز معاها، أنا ساعدها في السقف ده وهتبرع ولو سهم واحد، سهم واحد ب5000 جنيه. أما تسقيف البيت كامل 30,000 جنيه، 30,000 جنيه هتستر نفسك في الدنيا، 30,000 جنيه هتكون ستر لك عند ربنا في الدنيا والآخرة، 30,000 جنيه ربنا يناديك يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء في ظل صدقته يوم القيامة. انت في ظل صدقتك يوم القيامة لو سقفت لها البيت ربنا سبحانه وتعالى هيظلك في ظل يوم لا ظل إلا ظل. حاجة محمد احنا هنصور وهنبث التصوير ده على التلفزيون، ماشي؟ في مشكلة ولا حاجة؟ لا لا اللي حضراتكم تعملوا وربنا يستر عليكم ويكفكم شر المرض يا رب. احنا عايزين بس ربنا يستر عليكم ويستقفونا بس حتى قطن حتى ان شاء الله بتعالى. بنوعدك مع اهل الخير اللي شايفيننا وسامعيننا دلوقتي ان شاء الله نحقق الحلم لحضرتك وانا اجيلك المره الجايه باذن الله واحنا معانا كل خير اهل الخير تصدقوا بيه باذن الله وهنفرحك وهنسعدك عشان ربنا تعالى يسعدنا كلنا وانت ليكي حق علينا مش منه وعطاء مننا، لا ده حق وفرض علينا كلنا ان احنا نقف معاكي ونساعدك باذن الله ونرضيك ان شاء الله. الله عليكم يا رب ويكفكم شر المرض ويسمع عنكم كل خير يا رب. ربنا يبارك فيك. شفنا طبعا والله حاله صعبه جدا يا استاذ دعاء. الست ام احمد بتقول يا جماعه فضلا ان مفيش بيت في سقف في البيت، هي ما عندهاش فرش كمان. الناس دي يا جماعة يعني للأسف عايشة حياة صعبة جدا جدا جدا. أنا عايز أقول لحضرتك لو التقرير ده كان حد جابه معلش أو حد بعتهولنا، لا إحنا نزلنا بالفعل عملنا بحث حالة اجتماعية شامل عشان نتأكد من صحة اللي إحنا بنشوفه بعينينا. أنا والله يا أستاذ عم ما كنت متخيل إن ناس في الزمن ده وفي الوقت اللي إحنا عايشينه ده عايشة العيشة دي، صعب جدا جدا. الناس دي يا جماعة والله سنسأل عنها بين يدي الله طبعا. سيدنا النبي لما جلس مع سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وأكلوا كده بعض التمر البسيط جدا جدا زي ما احنا بنقول كده الرديء، يعني التمر احنا لو شفناه النهاردة لا ننظر إليه. فبعد ما أكلوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وشربوا بعده ماء باردا، سيدنا النبي يقول لسيدنا عمر يا عمر والله لتسألن يومئذ عن النعيم. أي نعيم هذا يا رسول الله اللي نسأل عنه؟ أي نعيم هذا التمر الرديء الذي نسأل عنه وهذا كذا؟ أنا عاوز أقول لحضرتك لما نشوف الحاجة أم أحمد ونشوف عيشتها ونشوف كم المعاناة اللي هي عايشة، أنا عاوز أقول لحضرتك يا أستاذ دعاء وأقول لنفسي وأقول لجميع اللي سمعيننا وشايفيننا دلوقتي والله لنسأل عن هذا النعيم بين يدي الله. هنسأل يا جماعة النهاردة عن هذا النعيم لو ما ساعدناش الحاجة أم أحمد. الحاجة أم أحمد أختي يا جماعة وانت متخيل هي تجود بنفسها وكل الناس شايفاها أهلها والناس في القرية شايفاها، وأنا بقول لها طب التقرير ده هيذاع هنصورك هنذيع على التلفزيون، بتقول ما فيش مشكلة يا شيخ ذيعوا اللي انتوا عايزين تذيعوه بس أهم حاجة ساعدوني. أهم حاجة سيدنا النبي كان يستعيذ من الفقر كل يوم، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. العلماء قالوا يا جماعة لأن الفقر إذا اشتد على الإنسان أوصله للكفر بالله. نعوذ بالله من الفقر ونعوذ بالله من الكفر، كان هذا دعاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فاحنا نحمد ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا ما جعلناش للناس عبره ولكن جعل لنا من الناس عبره. لازم نساعد الحاجه ام احمد يا جماعه النهارده، نسقف لها البيت، نجيب لها فرش بيت بقدر الامكان، نخلي الحياه المتبقيه من عمرها تهنأ بها وتعيش عشان تجبا اذا ربنا تقول يا رب ده ساعدوني ساعدهم واسعدهم يا رب. نشوف حاله كمان ومؤسسه فيكم الخير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى أحيانا بيبعث لنا رسائل ويقول لك خلي بالك
ان انت احسن من ناس كتير جدا جدا جدا. وفي نعم لما تتولد كده بين ابوين وتلاقي باباك ومامتك قدام عينيك، تكبر قدامهم وتنشأ بينهم، دي نعمة ما بعدها نعمة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أوصانا عن اليتيم وقال لنا صلى الله عليه وسلم أنا وكافي اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعي السبابة والوسطى، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا أن فضل اليتيم ده جماعة وأجر اليتيم اللي يساعد اليتيم ويقف مع اليتيم. يا بالك إحنا النهاردة معانا تقرير وحالة، حالة ست أرملة عندها أيتام. الحاجة صباح اتصلت علينا على مستشفيكم الخير وقالت يا أهل الخير تعالوا ساعدوني، أنا ست أرملة بجري وبشتغل. ست النهاردة معدية جماعة 60 سنة، لما تشتغل في الأرض وتشتغل هنا وتشتغل هناك عشان 50 جنيه تجيب لها الأيتام، ده أجر عند ربنا سبحانه وتعالى كبير جدا. ولما تعيش مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك دخلت الجنة فوجدت امرأة تسابقني في دخول الجنة، في امرأة عايزة تسبق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل الجنة قبله، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل قال يا جبريل من هذه؟ قال هذه أرملة وقفت على أولاد أيتام فربتهم. معانا النهاردة يعني نموذج فريد جدا جدا، حق الصباح يا جماعة ست أرملة وعندها أيتام بتنشدنا وبتنشد كل أهل الخير من خلال مؤسسة فيكم الخير إن إحنا نساعدها. تعالوا مع حضراتكم نشوف هنساعدها إزاي ونسعدها إزاي. السلام عليكم. السلام. إزيك يا حق الصباح عاملة؟ الله يبارك فيه. الله يبارك فيك يا رب يرضى عليك. شر المرأة. وصل أهل الخير يا حق الصباح واحكي لهم ظروفك. يبارك فيهم والله والله زي ما انتوا شايفين اهو البيت انا قاعده في اوضتين بالايجار بحط لهم 300 جنيه عشان اقعد فيهم لان انا مش قادر اعمل البيت مش قادر وما فيش حاجه والله ما في اي حاجه. بتربي في ايتام يا حاج؟ اشتغل والله بالاجره وبمربي في ايتام. جوزك مال دلوقتي؟ 3 سنين دلوقتي. 3 سنين والله. قاعده لوحدك مع الاولاد؟ وقاعده مع اولادي قاعدة مع أولادي. الخير اللي سامعيني دلوقتي يقدروا يساعدوك إزاي؟ اللي يعملوه هو كله من ميزات حسناتهم. أكتر حاجة أنت محتاجاها تقدر تقول لهم إيه؟ حاجة اللي هم يعملوه أي شيء سقف وخلاص. محتاجة سقف يعني أملك في الحياة كلها سقف بيه زي بعض حلوة أو حتى لو غرفة واحدة حاجة صغيرة أي حاجة كله حلو أي غرفة وخلاص. أقعد يقدروا يساعدوك إيه تاني؟ إيه تاني غير السقف؟ اللي هم يجودوا به كله حلو أو رضا رضا كله حلو اللي أنتوا يجودوا به كله حلو والله رب. وتقدر توفر 300 جنيه كل شهر؟ والله بشتغل وبجيب وما اعمل ايه. انت اللي بتشتغل بنفسك؟ والله والله بشتغل بالاجر وحتى اصبعي ده وجعني عملت فيه عمليه يلا عشان خاطر ربنا ادي ربنا يقوين. طب في حاجه تانية غير سقف البيت محتاجين نساعدك بيها؟ يا ريت اي حاجه اللي انت جوده به كله حلو وانا مش طماعه ولا حاجه انا بقول اي حاجه للسقف وخلاص. الحاجه صباح يا جماعه يعني بتنشدنا كلنا بتقول يا اهل الخير يا جماعة أنا أختكم أنا أمكم ست أرملة وبربي في أيتام بتقول لنا يا جماعة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء تعالوا نترحم فيما بيننا تعالوا نرحم الحاجة صباح وأولادها الأيتام تعالوا نقول ربنا يا ربنا يا رب إحنا قبلنا رسالتك يا رب اللي بعتها لنا النهاردة إحنا هنساعد الحاجة صباح وهنسعدها عشان رب تساعدنا وتسعدنا إحنا محتاجين يا جماعة النهاردة إن شاء الله ولو غرفة واحدة بس غرفة واحدة مع مؤسس فيكم الخير هتستر الحاجة صباح وهتستر أولاد الحاجة صباح الأيتام خلي بالك ثواب اليتيم كبير جدا جدا عند ربنا سبحانه وتعالى شارك مع الأيتام وساعد الأيتام وامسح دمعات الأيتام وامسح على رأس اليتيم يلين قلبك ويغفر ذنبك بإذن الله مع مؤسسة فيكم الخير إن شاء الله كلنا فينا الخير. حق الصباح احنا بنسجل دلوقتي وهنذيع الكلام ده على التلفزيون في مشكلة؟ ما جراش حاجة مش أي مشكلة خالص إن شاء الله يا جماعة بيكم ومساعدتكم وزكواتكم وصدقاتكم هنساعدها ونسعدها إن شاء الله هي والأيتام. شفنا طبعا الحاجة صباح وزي ما بنقول ان فيكم الخير بتعمل دراسة للحالات قبل لما بتصور معي كل حالة من حالات مؤسسة فيكم الخير ليها فايل خاص بيها ملف خاص بيها يا جماعة خاص بالحالة كلها بأوراقها بظروفها بحث اجتماعي جاي من الشؤون الاجتماعية
بنعمل يا جماعه بحث جامع عن كل حاله من حالات مؤسسه فيكم الخير، مش بننزل وخلاص او بناخد معلش الصوره ونقول لا والله ده حاله مستحيله، بننزل بالفعل وللناس في كل محافظه من محافظات الصعيد، الناس يا جماعه والله عندنا 1 2 3 4، انا بنفسي بنزل قبل التصوير وبتابع الحاله دي وبقول والله الحالات دي تستحق، ومعايا كتير جدا جدا من الحالات اللي شفناها وبيجي لها مساعدات تانية، قلنا لا دي ما ينفعش، احنا بنشوف الناس الاولى بالرعايه، الناس الاولى بالزكاه واولى بالصدقات. الحاجه الصباح يا جماعه، ست أرملة عندها أيتام، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يوصينا باليتيم بيقول لك خلي بالك إن اليتيم ده مكسور، اليتيم ده لازم كلنا نجبره، لازم كلنا نقف معاه، لازم كلنا بنساعده. وبعض علماءنا قالوا كلمة جميلة، قالوا كل إنسان ساعد يتيم فكأنه ساعد رسول الله. سيدنا النبي مش محتاج مساعدته، ولكن أنت لما جبرت خاطر هذا اليتيم كأنك جبرت خاطر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت بتجمع نيتين، بتجمع أن أنت بتساعد اليتيم وهتكون مع سيدنا النبي في الإيه؟ في الجنة. أنا وكافل اليتيم في الجنة كإيه؟ كهاتين. لما نساعد الحاجة الصباح يا جماعة ونسقف لها البيت ونعول أولادها الأيتام، كأننا أدخلنا الفرحة والسرور على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. جينا مع حضراتكم النهاردة محافظة بني سويف، جينا النهاردة نشوف حد أقصى أمانيه وأحلامه في الدنيا كلها أنه هو يبقى عنده سقف بيت، بيحلم أنه هو عنده سقف بيت، بيحلم أنه هو يعيش عيشة حتى لو كانت عيشة بسيطة بس هو يأمن فيها على نفسه ويأمن فيها على أولاده. جينا النهاردة للحاج أم يوسف وبنناشد أهل الخير في كل زمان وفي كل مكان اللي سمعنا وشايفيننا ومتابعنا من خلال مؤسسة فيكم الخير، جينا نوصل صوت أم يوسف لكل واحد في قلبه الخير، جينا نوصل صوت أم يوسف لأي إنسان عايز يتبرع، عايز يزكي، عايز يتصدق، بنقول لك تعالى في مكان آمن هتلاقي فيه فضل الله صدقتك على أرض الواقع. جينا النهاردة لحاجة أم يوسف علشان نقدر نعرف نساعدها إزاي ونسعدها إزاي. أم يوسف السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يسلمك يا رب. خليك محتاجة سقف زي ما أنت شايف البيت عامل كيف، وإحناش عارفين نقعد والنطرة بتبهدلنا والفيران ما احنا عارفين نقعد منها ويعني والعيشه زي ما انت شايفها، ومعايا 4 اولاد. تحب تقول ايه لاهل الخير سامعينك وشايفينك دلوقتي؟ تحب تقول لهم ايه؟ خليهم ويكفهم شر المرض ويرزقهم اكتر حاجه انت محتاجه ايه؟ انا شايف البيت ما فيهوش فرش، شايف البيت ما فيهوش سقف، شايف البيت مهمش خالص، وانت حضرتك بتقولي معايا 4 اولاد وبتقولي جوز حضرتك يشتغل يوم و10 لا يا ام ورجله وجعاه والله يشتغل يوم و10 قاعد ما فيش. طب احنا يا جماعه بنناشد اهل الخير، بنناشد كل اللي سامعيننا يا جماعه، بنناشد كل اللي شايفنا دلوقتي من خلال مؤسسة فيكم الخير، اتصل على الأرقام الموجودة على الشاشة حالا، اتصل عشان تصل أم يوسف في الدنيا وأولادها، ربنا يسترك في الدنيا ويسترك في الآخرة. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، ثواب الخير ده يا جماعة وعمل الخير ثواب جميل جدا جدا، لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن أنت لما تمشي في حاجة أم يوسف حتى تقضيها لها، هتمشي وتتصل على مؤسسة فيكم الخير لحد ما تسقف لها البيت، أو لحد ما تفرش حتى لو جزء بسيط من البيت، أو حتى لو هتساعدها بمبلغ مالي بسيط جدا جدا، تخفف عنها عبء الحياة وعبء المسؤولية ومسؤوليات الأولاد وظروف الحياة النهاردة اللي بقت شديدة. سيدنا النبي بيبشرك ويقول لك بشرة جميلة جدا جدا، بيقول لك اللي يساعد أم يوسف النهاردة ويدخل عليها السرور النهاردة أفضل من هو يقعد شهر كامل في مسجد سيدنا النبي. كلام ده كبير يا شيخ. كلام ده سيدنا النبي قاله، قال صلى الله عليه وسلم لأن أمشي في حاجة أخي حتى أقضيها له أو حتى أثبتها له أفضل عندي من عبادة شهر كامل في مسجدي هذا. هنيالك يا فاعل الخير، هنيالك اللي هتساعد الحاجة أم يوسف النهاردة، هنيالك اللي هتسقف معاها البيت. خلي بالك سيدنا النبي قال لنا من سطر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا وستره في الآخرة. اتصلوا حالا على مؤسسة فيكم الخير،
حاجة مصرف يا جماعة والله العظيم البيت يا جماعة مهمش مفوش والله سقف، أنا مش عارف هي بتعيش إزاي في الشتاء وبتعيش إزاي ودخل أنا فصل الصيف، مش عارف بتأمن على نفسها إزاي وعلى أولادها إزاي. المصرف يا جماعة لها ظروف خاصة، عايزين نكون لها الستر، نكون لها العفاف، نكون لها المحتوى، عايزين نساعدها الليلة، لازم نساعدها. نتصل النهاردة عايزين إن شاء الله الليلة ننزل نعمل لها سقف بيت ونساعد ولو مبلغ بسيط ليها والأولادها من خلال مؤسسة فيكم الخير إن شاء الله، فينا وفيكم الخير. يوسف إن شاء الله التقرير ده هنصوره دلوقتي وهنزيله على التلفزيون، في مشكلة؟ لا ما فيش إن شاء الله بإذن الله، وأوعدك إن شاء الله من خلال مؤسسة فيكم الخير المرة الجاية في أقرب وقت إن شاء الله هيجي لك وأنا معايا الخير لأهل الخير اللي تبرعوا معانا بإذن الله. المرض ويكفك شر المخبي يا رب. المشاهدين والمستمعين والمتبرعين إن شاء الله. يا رب يخليكم ويطول عمركم يا رب ويوفقكم شر المرض. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وربنا يبارك فيكم جميعا. عايزين نعرف منك يا شيخ بقى أنشطة المؤسسة فيكم الخير أنشطتها المختلفة. مؤسسة فيكم الخير بفضل الله تطرق كل باب فيه خير للفقراء والمساكين والمحتاجين، كل باب فيه خير المؤسسة فضل تعالى تلج هذا الباب وتدخل من هذا الباب. عندنا فضل تسقيف منازل الفقراء والمساكين والمحتاجين، توصيل وصلات المية بعداد حكومي رسمي، مساعدة يا جماعة الناس المرضى من الفقراء والمساكين، إجراء عمليات جراحية لغير القادرين، تجهيز العرائس اليتيمات، حفر الآبار للمياه الجوفية، والبشرة بفضل الله تعالى احنا عندنا في المؤسسة جماعة سق أضاحي لجميع الناس المتبرعين بفضل الله تعالى. سق الأضاحي للحوم البلدي 8,500 جنيه، تستطيع ان انت تاخد 9 كيلو لحم او 10 كيلو لحم والباقي يوزع للفقراء والمساكين، بتاخد من اضحيتك او من السق بتاعك بتتبرع وتقول والله انا عايز احجز سق مع مؤسسة فيكم الخير، عايز احجز سقين لحوم بلدي مدبوحة يا جماعة، بنبعت لك الفيديو واحنا بنذبح الأضحية وبنبعت لحضرتك الفيديو واحنا بنوزع للفقراء والمساكين. في ناس والله يا أستاذ ما حدش يعرف عنهم حاجة، والله في ناس قالت لي أنا شخصيا مباشرة أنا ما شفتش شكل اللحمة ولا دقت طعمها من حوالي 6 شهور أو 7 شهور. احنا بنقول لك لو أخدت صق من مؤسسة فيكم الخير تستطيع الصق ده أن أنت بفضل تعالى تطعم فيه أسرة واثنين وثلاثة وتاخد به أيضا نصيب 9 كيلو أو 10 كيلو لحم بفضل تعالى من الصق، وكل باب من أبواب الخير المؤسسة ترعاه. أنا بشكرك في نهاية الحلقة ومشاهدينا سيبكوا وإنجاز من إنجازات مؤسسة فيكم الخير. بسم الله الرحمن الرحيم، جينا مع حضراتكم النهاردة وإحنا نحمل الخير لأهل الخير. جينا النهاردة نشكر كل اللي ساهم معانا وكل اللي اتصل على مصافيكم الخير وتبرع معانا. أنا عايز أقول لحضرتك اللي تبرحت معانا وساعدت معانا مؤسسكم الخير النهاردة بتشكرك، أهلنا النهاردة بيشكروك، كل الناس النهاردة بتشكرك بتقول جزاكم الله عنا خيرا، جزاكم الله عن فقراء المسلمين خيرا. بجد شعور جميل جدا جدا لما تشوف حد احنا ساعدناه وجينا النهاردة نسأله السلام عليكم ازيك يا حاجة عاملة ايه؟ السلام الحمد أخبارك ايه؟ لما جينا صورنا معاك المرة اللي فاتت كنت متوقع ان احنا هيجيلك مرة تانية؟ لا والله ده انا سعيدة ان انت قلت له والله فرحانة ان انت ما كنتش متوقع ان انت هتيجوا تاني. طب الحمد لله، تحبي تقولي لأهل الخير يساعدوكي؟ يساعدونا الله يبارك لهم ويحلهم، زي ما انتم شايفين الوضع كده عاوزه مكان استقر فيه واقعد فيه، البيت لا محاره ولا كهرباء ولا اي حاجه، ونفسي كده بس ربنا يكملها بالستر معاي ان يعملوا لي حاجه احسن من كده كمان. لا اللي سقف البيت عندك تقدري تقولي له ايه؟ الله يبارك لك ويوسع عليك يا رب وديك رزق ويجعله في ميزان حسناتك يا رب، ويعود عليك الايام بخير ويبارك لك ربنا في صحتك. اجمل الدعوات من اختنا وامنا النهارده للي ساعد معانا وسقف لها البيت. انا عايز اقول لك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيبشرك بشرى عظيمه جدا جدا. سيدنا النبي قال لنا صلى الله عليه وسلم المرء في ظل صدقته يوم القيامه. انت تقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى وهتلاقي السقف بتاع الحاجه اللي انت ساعدته وسقفته البيت هيظل
لك يوم القيامة الشمس على رؤوس الناس وانت في ظل صدقتك يوم القيامة بين يدي الله. وهبشرك بحديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: من فرج عن أخيه المسلم كرب من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الدنيا والآخرة. هنيئا للي ساعد، وهنيئا للي أنفق، وهنيئا لمن تصدق، وهنيئا لمن فرج كرب هؤلاء، وهنيئا لمن أذال هم هؤلاء. جزاكم الله عنا خير الجزاء، تقبل الله صدقاتكم وتقبل الله نفقاتكم وأخلف الله عليكم خيرا في أموالكم وأهلكم مع مؤسسة فيكم الخير. الحلم هيبقى حقيقة إن شاء الله.